اهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد مع وحوش السيارات الالمانية براند سكودا وبراند مرسيدس بنز. طبعا احنا في جولة في منطقة الاستثمار ببورسعيد او زي ما بيطلق عليها البعض منطقة جمارك سيارات بورسعيد. طبعا معانا الوحش النهاردة دبليو 205 مرسيدس بنز اللون السيلفر الجنوط، العربية جاية كاملة مفهاش غلطة، نواكل، فتحة السقف البانوراما، السنسورز بقى اللي على الازاز، عربية جديدة. حتى هنيجي نكشف عليها بالبينت سيكنس. طبعا الجهاز ده ما بيفلتش، ده بيقيس بالمايكرون الومنيوم 120 مايكرون. اعتقد ان دي كمان اخده فيلم حماية، لان هو المفروض في منها بيقيس ال 110 وفي منها بيقيس ال 60 مايكرون. طبعا اللون السيلفر وهم، عربية جديدة، عربية جديدة بمعنى كلمة جديدة. نيجي نقيس الشنطة 110 مايكرون، عربية فابريكا جديدة ما مناش اي مشكلة. واللون الفراني طبعا حاجة تانية خالص وهم. هنيجي برضو كده ناخد لقطة على الكبوت بتاعها، الومنيوم 60 مايكرون، دي حتى معلهاش بقى فيلم حماية، يعني معلهاش طبقة اللي هي النانو. نيجي بقى نشوف العربية الفراني من جوه. طبعا العربية جديدة، ولا خدشاية في الدركسيون ولا في اي حاجة ولا فرش الباب، العربية جديدة. يدوبك حتى العربية ما تنظفتش من جوه، الدواس عليها شوية تراب معلمة، لسه العربية نازلة ما تلعبش فيها، تخزين فقط. فتحة السقف العادية، طبعا زي ما انتم شايفين الصالون، العربية جديدة، تكييف خلفي، كراسي كلها جلد، يعني حتى الخياطة البيضة اللي موجودة في الكرسي جديدة لسه، اللون الابيض ابيض. سماعات الابواب، حتى سامعين قفلة الباب، العربية جديدة. الجنوط بتاعتها طبعا بقى اللون السيلفر ده قصة تانية خالص. الوان المرسيدس كلها جميلة. طبعا العربية ديت متوسط رينج سعرها المليون، مليون جنيه مصري. طبعا بقى تزيد او تقل حسب الحالة، حسب الكيلومتر، الكلام ده. 130 مايكرون، 120 مايكرون، 110 مايكرون، عربية جديدة فابريكا. واحنا بقى بنتفرج على المرسيدس في السكة، قابلنا هيونداي توسان 2018. طبعا العربية برضو جديدة، كل ده شغل اوروبي، الفوانيس، الشبورة، الليدات، الجنوط بتاعتها، الباركينج سنسور في الاكسدام، معلهاش جرام بوهية، عربية جديدة برضو. وهنيجي نشوفها من جوه. ولو عايزين تعرفوا اسعار سيارات تانية او موديلات تانية، الرقم ظاهر اسفل الشاشة وتقدر تكلم. فتحة السقف البانوراما اساسي، عربية وارد اوروبا. طبعا من جوه بقى نيجي نبص، كراسي كهرباء، عندك بقى التحكمات بقى بتاعت الاستابيليتي والاتزان، الايكو، الايكونومي، كل حاجة. حتى لسه الدواسة بتاعتها العربية لسه اصلا ما اتغسلتش، يعني هي كده الحالة دي كده لسه ما اتغسلتش. كراسي جلد طبيعي، كل بقى دي التحكمات، الاضاءة والاتزان ورادار الطريق، كل حاجة. الطارم مالتي فانكشن، شايفين يا جماعة الزراير، حبة زراير في الطارة يمين وشمال، مالتي فانكشن. الشاشة اللي في الطابلو، الباب ده اللي مفتوح. العربية جديدة، ولا في خدشاية في طارة ولا خدشاية في كرسي ولا في طابلو. طبعا الكاسيت، الشاشة بتاعته، مخرجين اتنين ولاعة ويو اس بي، التكييف التاتش، عربية جديدة. طبعا انا بحاول ادورها، قال لي المفتاح مش موجود، ما يهمش. تحكمات بقى السقف البانوراما، اللون بيج من جوه، كراسي الجلد الطبيعي كلها. طبعا هنا نظام الهاند بريك،
الاوتو هولد والفتيس طبعا اوتوماتيك ومانوال، 2 كاب هولدر تحط فيهم الكوبايات. عربية جديدة، نيجي كده نقيس السكنس بتاع البوهية او سماكة البوهية، 90 مايكرون، عربية فابريكا مرشتش قلم بوهية. وكمان مرسيدس ديت نسخة سبورت اديشن، حاجة كده على جنب، اللون بتاعها لون رياضي حاجة تانية، 40 مايكرون، يعني جديدة ما فيهاش غلطة، يعني 60 مايكرون، عربيات كلها جديدة طبعا، متوسط الأسعار 1,000,000 جنيه. طبعا لما بنيجي بقى نفحص السيارة مش زي ما الناس بتشوف بقى بالقلم والكلام ده، كل ده كلام على الفاضي، احنا بنفحص بديجيتال. تعالوا بقى نشوف بقى الجميلة مرسيدس بنز، نفحصها بقى كده ونتفرج عليها. طبعا الباركينج سنسور الاثنين في الاكسدام، طبعا الفيس بتاع العربية ال W205 وهم. نجيب كده جهاز البوهية نراجع عليها، 60 مايكرون، حتى ما خدتش طبقة حماية لسه على اللحم، طبقة الحماية حتى مش موجودة على اللحم. طبعا دي ما فيهاش فتحة سقف، دي تعمل 1,000,000 وتيجي بال 950 كمان. طبعا الشاشة بتاعتها، التكييف، النواكل، الماوس بتاعها، طبعا ديت فيها ديفو صغير في الكرسي، اللي اخد باله يبقى يكتب لي في الكومنتات فين الديفو. تكييف خلفي، كل حاجة. طبعا دواساتها AMG بس هي مش AMG، هي يعني نسخة عادية. طبعا الليدات، السنسورز بتاعت الازاز، 70 قفلة الباب، الجنط بقى، الجنط واحد. تعالوا كده نفتح مع بعض الشنطة ونشوف الحوض بتاع الشنطة. عربية جديدة طبعا، هي ما بتنزلش بستبني عشان بيكون الكاوتش ده ران فلات، يعني الفردة لو اتخرمت منك تمشي 80-90 كيلو 100 كيلو الدنيا تمام. ما عادوش بقى دلوقتي المصانع بتنزل كاوتش سبير. عربية جديدة، ولا فيها فرق في اكسدام، ولا فيها فرق في باب، ولا رشة عتبة، ولا اي حاجة. طبعا مرسيدس مهتمة ان العلامة بتاعتها تكون على الكبوت لغاية النهاردة. طبعا نسخ وفئات. نيجي بقى للبراند اللي احنا سايبينه بقالنا حبتين، السكودا، السكودا الكودياك، عربية جديدة برضه، وارد اوروبا، 100 مايكرون، فابريكا. بس طبعا العربية دي مش منتشرة، يعني مش محببة للتجار عشان يجيبوها، معلهاش طلب زي المرسيدس. سكودا كودياك، عربية جديدة برضه. انتظروا فيديوهات كتير عن سيارات المعوقين، واكتب في كومنت نفسك فيه.